ده كده ان الفولتج جه. الكرنت جه اي نوت على اي ام اللي هو كان بيوصله الصيغه دي، مش هتختلف في حاجه لان ناحيه الاوتبوت ما فيهاش تغيير، فهتفضل ناقص اي بي في الزد انبوت على ار سي. بس القيم بس هي الاوت بوت، قيم الزد انبوت الجديده وقيم الاي بي الجديده، لكن كقانون هو نفس القانون ما اتغيرش. اذا اللعبه الاساسيه كلها حصلت في حاجتين، الاي بي والزد انبوت، هي دي اللعبه اللي حصلت. والاي بي تلعب بيها عشان الفي ام بالظبط، عشان ظهر ريزيستنس داخليه اسمها ار اي اتجمعت معاها بيتا اوتش. هي كل دي مساله واحده بقى لنا فيها من الساعه 9 ونص، الساعه بقت 10 و10. طيب الوقت بقى من 9 من 9 من 9 من 9 من 9 ساعه و10 دقايق. يعني انت بتحب جبنا كل الافكار في المساله دي، جبنا فكره ان لو في ار اوت او ما فيش، جبنا فكره ان الار اي موجوده او ملغيه، حلينا كل الافكار. فانت لو جمعت كل البارامترز دي حليناها كام مره؟ هيطلعوا لك 30 بارامتر. هيطلعوا لك 30 بارامتر، عشان كده 30 درجه. ايه بقى مش هتمتحن؟ على نفس المجموع ده يعني. ممكن ليه؟ ده الجزء اسهل من الامتحان. انا فاهم بس الوقت ممكن جدا ياخد الامتحان ساعه ونص مش ساعه. هو الوقت الامتحان عايز يبقى اربع ساعات. الامتحان عايز يبقى اربع ساعات عشان اساسا انا لسه هحل الكويز بعد الكلام ده. المساله دي هتخليني افصل. بس يا واد ناخد المساله الثانيه. ايه؟ انا مش عايز دماغي. كوم الميتر ان باي باس. كلمه ان باي باس يعني هو لاغي الكباستر. لما الكباستر ما بتوصل بنسميه باي باس كباستر. ار باي باس يبقى هو لاغي الكباستر ده اصلا مش موجود. احسب الار اي داش اهو مش عايز دي سي. يا دوبك هتجيب الاي دي بس. زد نوت اي بي واي اي. المطلوب الثاني خلينا نسميها بقى لو ده سي واحد السي بتاعت الاميتر سي اي دي مش كوم اميتر سي اي خليها سي واحد. مرة سي واحد ده مش واصل ومرة واصل. طبعا انا محتاج اعمل دي سي اناليسيس عشان احسب بس الاي ما احسبش حاجات اكتر من الاي. فمرة لو السي واحد مش موجود فالسي واحد مش موجود بقت الرسمة عاملة ازاي؟ ماشي قال النقطة دي اللي هي البي سي سي ده جهد البي ده جهد البي. اللون دي لو انت شغال بيها هتقول بي سي سي انت عايز الاي هتجيبها ازاي؟ ناقص بي بي ناقص البي بي اي تساوي ده اي بي في الار بي زائد اي اي في الار اي. البي سي سي موجوده ب 20 البي بي 7 ب 10 الار بي موجوده والار اي موجوده وحد اتجاه حاجتك تخلي دي مثلا بيتا زائد واحد او بما انك عايز الاي بي بقى هي الار بي هنا اللي هي 470 كي اه اللي جايه ناحيه ما بين البيز والكوليكتور هي دي الار بي. دي من 5 و6 و10 فانا الافضل ان انا اشيل الاي بي واحطها بدلات الاي بي عشان انت عايز الاي بي بقى فتجيبها. دكتور هو مش ال 5 و6 ديت الار اي مش الار بي. ما انت اللي خليتني بقى الله يرحمه اهو طلعنا الاي اي 4.3 من 10 ملي امبير يبقى على طول الار اي داش اللي هو عايزها في اول حاجه 25 ملي فولت على 4.3 من 10 ملي امبير طيب ملي مع ملي 25 يبقى يطلع تقريبا 6 تقريبا اهو تقريبا 6 اهو ادي الار اي داش. ابدا بقى حط رسمتك في الاي سي اناليسيس. رجع ده كده هيبقى ده شورت سيركت هيبقى ده شورت سيركت ده مش واصل اصلا
فمش موجود يبقى رسمتك عبارة عن ما هيطلبه من المطلوب التاني. هرجع اوصله هو هيسيبك كده. ادي البيز وادي الكوليكتور. ده بقى شورت سيركت. فكده الار سي متوصله مع الكوليكتور مع الجراوند. معلش كان حاطط الاي نوت هنا وانا ناسي. وادي الزد انبوت. فبالتالي الاي نوت اهي. مفيش ار ال الحمد لله ما جابش سيرتا. ما عنديش غير ار بي بس ما بين البيز والميتر. وعندي ام في ام متهيئ. بس في ار اي. وادي البي اوت. خلاص بقى نفس الاسطمبه اللي فاتت اللي احنا عملناها. بس بدل ما كان في مقاومتين هنا ومقاومتين هنا مقاومه واحده مقاومه. يعني نفس القوانين اللي فاتت. الزد انبوت اللي انت شايفها من هنا شايف ايه؟ شايف ار بي ببرر مع بيتا ار بي بيتا ار بي داش زائد ار بي بيتا زائد واحد. لو انا هتبقى بيتا زائد واحد زائد واحد بتشوف دي زي ما هي وبتشوف دي بس مضروبه بيتا زائد واحد اللي هي الفاكتور بتاع التيار. يعني عشان توحد من الاخر ان ده يبقى اي بي بالبلد يعني وده يبقى بدايه الاي بي فهتكتبه بيتا زائد واحد في الاي بي بدل ما تكتبه اي بي. فكان البيتا زائد واحد دي اتضربت في الار اي. يعني لما تيجي تعملها كجهد كان بيتا زائد واحد في الار اي كل ده في اي بي يديك الجهد هنا. وهنا بيتا اي بي او بيتا ار اي داش فاي بي يديك الكود هنا. شيل الاي بي مع الاي بي يبقى قالك بيتا اي داش وبيتا زائد واحد ار اي. هما دول المقاومتين اللي بيجيبهم مع بعض. ده كده لما تجيبهم كل ده موجود عندك. البيتا موجوده في المساله. انا نسيت احطها اصلا بكام بس ما علينا اعتبرها مثلا نسيت هي المفروض موجوده. فعندك البيتا وعندك الار اي وحسبت انت الار اي داش وعندك الار كل ده موجود. طلع لي الزد انبوت مثلا. طبعا انا مش متاكد البيتا كانت كام بس انا افترض ان هي كانت الرقم ده. طلع لي 98 كيلو. ده الزد انبوت. الزد اوت ما عنديش مشكله معاه لان انت مش شايف غير الار سي. فهي نفسها الار سي اللي هي كانت 2.2 من 10 الجين الاي بي البي اوتبوت على بي ان. وهنا البي اوتبوت بتساوي ار سي. ايوه سال بيتا اي بي في الار سي على الانبوت اللي هو كل ده بيتا ار اي الاي بي في بيتا ار اي داش زائد الاي اي في الار اي اللي هي عاملها بيتا زائد واحد في الار اي في الاي بي بحيث انك تطير الاي بي مع الاي بي مع الاي بي وتعتبر تقريبا ان البيتا زائد واحد هي نفسها البيتا عشان كل البيتا تطير مع بعض فتبقى ناقص ار سي على ار اي داش زائد ار اي. دكتور ما عشان بي ان بس بي ان تاني كده البي ايبوت جهد ده هو نفسه جهد ده. فجهد ده الجهد ده عباره عن الاي بي في البيتا ار اي داش. الجهد ده في الاي بي في الاي بي اللي هي بيتا زائد واحد اي بي كل اللي انا عملته بس ابروكسيميشن صغيره ان اخدت بيتا زائد واحد اعتبرتها بيتا مش عايز وعايز سيبها زي ما هي مفيش مشكله. طير بس الاي بي مع الاي بي مع الاي بي وعوض باقي القيم كلها موجوده معايا. البيتا موجوده والبيتا زائد واحد مخلص موجوده. كارنت جيم اخر حاجه الاي نوت على الاي نوت. بدل ما اعمل اي نوت هي بيتا اي بي والكلام ده نقلب في بيتا اي بي. ما انا خليها ناقص بي نوت عشان تطلع بدايه الجين. على ار سي. على تيار الانبوت اللي هو بي انبوت على زد انبوت. عشان اوصل لنفس الاسطمبه الثابته اللي دايما بعوض بيها. على ار سي. الجين اوريدي معاك
لو جيت حسبته المره اللي فاتت طلع ناقص 3.98 هي هتبقى بوكر 3.98 في الزد ايبوت اللي هي طالعه معاك 2.2 كيلو لا 2.2 طالعه 68 على 2.2 كيلو الرقم ده يطلع في الاخر 104.9 من غير واحد 105 ده المطلوب الاولاني اللي هو مفيش كبسته المطلوب الثاني اسهل بكتير هنشيل ايه بقى الكبسته بتاع الامريتر باي باس اسهل في ايه مش هيسمع في حاجه في الاي سي في الدي سي سمع في الاي سي الدي سي نفس المعادلات او نفس الار اي داش زي ما هي بقى اول حاجه تبقى ان الار اي داش هي اللي طالعه 6 اهو انما الموديل نفسه هيتشال منه ار ام متر فالموديل نفسه هيبقى عامل كده ده هيبقى مفيش هنا ده هيسهل القوانين دي الزد ايفون هتبقى ار بي بارلل مع بتاع ار داش على الزد اوتبوت هي الار سي الجيم اللي هو الفي اوتبوت على الفي انبوت الفي اوتبوت اللي هو ناقص بيتا اي دي ار سي الفي انبوت المره دي اي بي بيتا اي داش مفيش الجزء اللي تحت طير دول مع دول يبقى كانها ناقص ار سي على ار داش زي اول مساله التيار اللي هو الاي نوت على الاي انبوت اتفقنا ده قانون ثابت تقريبا ما اتغيرش معانا في ولا مساله ناقص اي بي في الزد انبوت على الار سي قيم بس بتاعت الزد انبوت والار سي اللي معاهم كده تبقى من المسائل اللطيفه واللذيذه كده ايه اللعب اللي يجي لك حاجه زي كده ان اطلب لك الاول جميع التيارات والجهود في اول مساله اللي هو التسع مطاريات وبعد كده اروح قايل لك في تبسط بقى توصل مره ما توصلش مره بقى في ار نوت هنا اتوصلت ومره اتشالت وهي متشال الحل ده وهي متوصله هتزود بس هنا ار نوت الار نوت ده بيفرق في ايه؟ بيفرق في الزد اول الزد اول هتبقى ار نوت بارل مع الار سي يفرق في ايه كمان؟ في الفي اوتبوت الفي اوتبوت لانك انت هتقول ناقص بيتا اي بي بدل ما تقول في ار سي بس هتقول في ار سي بارل مع اللي هي ار نوت بس انما بقى القانون اللي تحت زي ما هو الزد انبوت ما تاثرش لما تكون فعلا حضرتك عاملها في نفس المكان ده قبل البي سي هنا على الرسم بقى نفس مكان كان زد اوبو دي كده؟ لا لا على الرسم دي ايه دي اي سي كانها كده بالظبط كانها كده هي بالظبط لان انا واخد من الفي اوت للجراوند الفي اوت للجراوند هو ما فيش بس هنا مع البرل مع الاي اي فبقى اشيل ترجع تطلع واشيل برضه لو متوصل لو متوصل في حاله الاي سي بقى سلك فهيروح لاغي المقاومه فعشان كده الار اي ما ظهرتش هنا سهلة؟ حلوة أوي جدا بقى هتتظبط